أعتقد أن النجاح صار على القرار السياسي في العراق وتحديدا خلال فترة حكومة السيد مصطفى كاظمي في إعادة إنتاج، دعنا نقول قراءة مغاير للوضع الجيوسياسي للعراق، وكذلك إعادة إنتاج تعريف جديد للدور الذي من الممكن أن يقوم فيه العراق في المنطقة. هو ما دفع على الأقل يعني السيد مصطفى الكاظمي إلى تقديم مبادرات إقليمية من الممكن أن تخرج العراق من حالة الصدام الإقليمي. يعني المشكلة اليوم هي ليست فقط تتعلق مشكلة إيرانية سعودية، أن هناك كذلك هناك تزاحم إقليمي بدأت تشهد المنطقة باندفاع تركيا نحو الجنوب أكثر من خلال إعادة ترتيب العلاقات مع دول الخليج، وكذلك دخول إسرائيل من خلال عمليات التطبيع مع بعض دول الخليج كفاعل في الترتيبات الاقتصادية وكذلك الأمنية في منطقة الخليج. وبالتالي أعتقد أن مسألة استفادة العراق من التقارب الإيراني السعودي أعتقد هي مسألة لا زالت في طور التساؤل، لأنه حتى هذه اللحظة لا توجد هناك يعني نتائج على أرض الواقع.